على في الكونفشن روم. وإن كنت تشكر يعني الجعيد موجود أولا. وشو الشاشة طيب اللي الله يصبحك بالخير يا علي، افتحوا لي الشاشة هذه اللي عندي شاب لأني ما أشوف. أنصدمت من اليوم بعلي الجعيدي، إن صوته جميل جدا. وأحد أعمامي كان يقول علي الجعيدي في الزوامل رهيب مرح، لذاك اليوم علي طيب الجعيدي. طيب أنا خالفك الرأي، أنا أشوف أنا خالفك الرأي. أعطونا أعطونا أيوه أيوه يا شاب، أعطونا الشاشة اللي قدام، ما تقدرون تفتحونها يا شاب؟ تكفوا إذا ممكن تحلون المشكلة هذه. علي الجعيدي الله يصبحك بالخير. مرحبا ومسهلا، صبحك بالنور. يا مرحبا، يعطيكم العافية على الجميلة. الله يعافيك ويبارك فيك. وصراحة كل ما فيها جميل جدا حرفيا بجميع تفاصيلها ما عدا علي الجعيدي. أفا ليش جايك من هذا رأيي؟ وإن كان فهد معيان قبل شوي يمدح ويقول صوته حلو كذا، أنا لا شفت صوت ولا شفت أداء. الصوت ينسمع ولا ما ينشاف. شفت أنت بصراحة يا علي الجعيدي. إذا ما الصوت ينسمع ما ينشاف، شلون تشوف صوت؟ أو سمع صوتك. طيب شكرا على التصحيح. طيب بس علي الجعيدي، علي الجعيدي بقول لك شغله مهمه جدا. ليله جميله متكامله، اذا ما تقدر بتقدمها مع محمد العبيان بشكل سليم يا اخي عادي، تقدر تعتذر وتسوي اي شيء ثاني. لا يعني ليش تخرب تعب وليله جميله مثل هذه وضيوف جو شرفونا وتحرجنا وتحرج نفسك وتحرج المتسابقين وتحرج زميلك محمد العبيان؟ احرجت حتى ابو سلطان موجود. هذا شو مسوي؟ أداءك كان ضعيف جدا، سيء جدا. وانا داعي ضعيف، بيض الوجه بعد اللي سويته ذاك ابوه. وانا هو وش اللي سويته؟ لا شوف شوف لحظة، الليلة يا علي الجعيدي ما هو بس انك تطلع المسرح وتعطيني شيلة وخلاص. مو هذه الليلة يا علي. عبد الخالق الله يرحمك، انا ما عاد عرفت اناكم الحين، قلت له انا علي ما يمثل، رحت انا مثلت الحين. تبغاني اكذب عليك؟ انا مقدم. تبغاني كل شوي بغيت تقدر تقدر تقدر. ارفعوا صوت علي، ارفعوا صوت علي لو سمحتوا. يا ولد انتوا علم ليش انتوا تتوبون بس؟ ها؟ الحين نبغى اداء جميل. وانا اقعد احوس واحوس واحوس، ما انا منشد صرت انا منشد، ما انا مقدم صرت انا مقدم، انا جاي هنا تمثيل وقالوا ما تبي تمثل ما مثلت انا. طيب لا مثلت، لا مثلت، لا تزيد. وبعد ما جازك ايش بسوي عبد الخالق؟ انا عجزت انا كانت تسوي بك عاد اطلع من البرنامج، عشان ترجع اطلع من البرنامج تعبي ذا كله على خساره. ها العيال اللي خرب، ايش خربت انا فيها؟ كل اللي راضي بها ليش انت؟ العيال اللي كلهم راضي، كلهم كويس. ايش قصدك علي؟ كل شوي تقطع تقطع على علي، علي فاشل، علي فاشل، علي فاشل. انا بسوي لك شيء، انت شخص انا معي، انا فيني بال، انا ما تبين ادخل ذا البرنامج، طلعت انا من شكوى على الله، والله لا تطلع من البرنامج عشانك عبد الخالق. انا عجزت فيك كل يوم بتعذب 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 ولا مره مدحت. يا اخي والله انك رجع وانك مبدع، والله انك تعجبني، صوتك حلو. انا في ذمتي والله ان صوتك زين، والله ان تقديمك مقبول، والله ان حضورك على الشاشه جميل، والله اني متقبلك مقدم ومتسابق وممثل، واحب ركضتك واحبك كلك، والله انك قبله يا ولد. يا لايم كان ارتفع ضغطي جنب هنا يا ابن الحلال، والله انك بطل. ذبحني والله، ذبحني يا سعود والله. يا لايم والله العظيم اني مثلك الصبح وانا على رجل احوس بدل انا مثلك يا علي، والله العظيم اني مثلك. ماذا قهرني في نفسي؟ عموما يا علي عموما. هذا مقلب ظريف كذا فيك والله يا علي، يعطيك العافيه. جرتني والله، جرتني والله. يبدا منبلت يا ولد، يزيد زيناه وراك انبلت كذا. قهرتني يا عبد الخالق والله، قهرتني انا 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 مت انا رجال وتكرم ما احس بها، رجال كلها منبله، رجال تجمع والله العظيم تلوم رجال تجمع. علي علي امانه امانه والله انا حبيت امزح معك، لكن امانه والله كنتوا جميلين جدا، بيض الله وجهك. طول عمرك وجهك. وبيض الله وجه محمد وجميع من حضر وشرفنا في هذه الليله. جعك تسلم. يعطيكم العافيه. علي هذا الحس اللي في نواف يبغى يتداخل معك يا حبيبي. لبيه نواف لبيه. الله يطول بعمرك يا علي، وش بيض الله وجهك ما قصرت. لب الله قلبك. بس بقول لك شيء بسيط، انت حضورك على الشاشه جميل جدا يعني. يعني ما خلا منك. والله اني اتكلم بكل صراحه. شرف لي. حبيبي. يا علي اتحداك. خلصت؟ ايش المعلومه اللي وصلتك على البيس اليوم؟ خلاص خلاص علي، خلاص علي، خلاص علي، خلاص علي موجود. طيب على اجل صحيتي علي موجود الحين موجود. ايه طيب علي، اول شيء صراحه بيض الله وجهكم على هذه الليله المميزه. علي هذه رساله لك. تبه انت جميل في كل حالاتك، كأني ما ذق حزنك وخفيف دم، واليوم تفاجأنا بانك صاحب صوت جميل. يعني في ناس واجد مقدمين انفسهم على انهم منشدين، اليوم صوت علي الجعيدي افضل منهم بمراحل. امس صوت مشاري عمر من كثير، امس صوت مشاري عمر حتى في الانشاد الانشوده اللي سواها كان افضل بكثير من ناس كثير. علي استمر فانت نجم قادم. انا اتكلم في السوشيال ميديا بشكل عام، انت نجم يعني مفصل عليك السوشيال ميديا كنجاح. جعلك تسلم علي، هذا واعتز فيها والله. اي احد من وليد الخرج اعرف انه بينجم،
لبى قلبك ولبى روحك، انا عشقتك والله. وين فيك سواء من الخارج سواء من غيره؟ والله اعرف الناس واجد من الخارج يدبلون التبت. لا لا سمح، والله نعرف لك واس واجد واجد من الخارج يدبلون التبت واجد مو كلهم. لا تعمم، لا التعميم مو بزين. والنعم في الجميع، والنعم في الجميع. الجايدي بك شكرا، بيض الله وجهك. العفو. اتمنى هذه تكون بعد انطلاقه، لاني انا اثق تماما والكل يثق ان علي الجايدي للاسف انه لسه ما قدم ربع اللي يملك او نصف اللي يملك حقيقه. انا احب اتمنى والله يعني أحب أشكر. احنا في ذروه البرنامج، مهم جدا ان الرتم الشاب كلهم في اقصى يعني عطائهم، لازم يكون هذا الوقت اقصى العطاء بالنسبه للمتسابقين. ابي اشكر والله. انت عندك شيء كبير يا علي، اتمنى انك تقدمه. تفضل اشكر اللي تبغاه باذن الله. احب اشكر هذا الكيان العظيم قناه الواقع، والله اني اشكره من كل اعماق قلبي. دخلت ممثل، والله ما في بين عيوني الا التمثيل الحمد لله. دخلت في مجال الحين الإنشاد، دخلت أنا طال عمرك في مجال التقديم أول مرة أقدم في حياتي اليوم، ولله الحمد بتوجيهات الإدارة وتوجيهات الإعداد ما قصروا، قاموا معي ووجهوني وعلموني، والحمد لله أن قدمنا بإذن الله أنها ترضي الجميع، ونقول إن شاء الله أنهم جملة بإذن الله. جميل، الله يعطيك العافية. عموماً علي في إضافة مهمة جداً ذكرتها، برامج الواقع لازم تعرف ويعرفون الشاب أن أحياناً ترها تحفز الشخص ويطلع منه مواهب يمكن ما كان يدركها قبل البرنامج. صحيح. هذه احد ترى فوائد البرامج الواقع. اتمنى الكل انه يحاول يقدم اللي عنده ويستفيد، وقد تكتشف موهبه جباره جدا للتاريخ ما تدري. يعطيك العافيه علي. الله يعافيك. شكرا لكم كلكم. شاهي يا علي لبيه. الله يلبيك. نبغى شاهي الحين. الله يعافيك. الله يعافيك يا علي. شكرا. ودعناكم الله. هذه الشاهي مهمه جدا اللي تكلمت فيها. ايوه. يعني يمكن انت اعطيتها في سطر، مو بسطر، نص سطر. برامج الواقع هي مكان لتفجير المواهب. أكيد بلا شك. لأن هنا الواحد يشحن نفسه ويبدأ يجد البيئة المناسبة لتفجير طاقته وموهبته، فهذا المجال المناسب لك لأنك تفجر طاقة. جرب كل شيء المجال يا أخي عندك.